اتأخرت عليكم؟ ايش 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 يا مسلامة ده؟ بسم الله ما شاء الله، هو ده الكلام. تعودوا حطوا حطوا بسم الله، يلا حطوا يلا حطوا يا أميرة. في ايه؟ هتفضلوا بصين لي كده؟ هسيب الأكل وهقوم. والله يا ابني اللي بيحصل ده مش أصول أبدا. لا خلاص خلاص يما، لحسن يزعل. اللي بيحصل ده يا مسلامة عين الأصول. ما قلتيش يا أميرة، انت ناوية تقعدي في البيت ولا ناوية تشتغلي ولا ايه الظروف بالظبط معاكي؟ أنا رحت الشركة اللي كنت بشتغل فيها قبل ما أتجوز، بس يا خسارة لقيتهم جابوا واحدة مكاني. بس أنا هدور على شغل تاني، أصل أنا ما بحبش أقعد من غير شغل. ومين في الزمن ده يقدر يقعد من غير شغل؟ أنت عارفة؟ لولا العيبة أنا كنت خدتك تشتغلي معايا في المخزن. طب أقول لك إيه؟ تعرفي المؤاخذة يعني تحلي مواتير عربيات تقيلة؟ أتعلم يا سي عبد المنعم. بس بنتك بتقول إيه؟ ربنا يسعدك كمان وكمان يا ابني. هل انت تضحكي؟ حد واخد منها حاجة؟ ده صوت عربية مدرسة الولاد، أنا هقوم أشوفهم أشيل لهم الشنط لأنها بتبقى تقيلة عليهم. إيه ده إيه؟ تعالي هنا. أنت بتشيل لهم الشنط وأنا أقول برضه مين اللي بيدلعهم؟ ما دي برضه وصيتي ليك يا أم سلامة. ما أنت عارف يا ابني أنا بحبهم قد إيه. على عيني وعلى راسي، بس ده أنا بعد كده بقى مش عايز، ماشي؟ اصبري بقى مناديلهم ياكلوا معانا لقمة. خش يا ولاد تعالوا تعالوا. يلا يلا بسم الله تعالى. يلا انت نحيل كده ليه؟ يلا انا مش جعانة ولا اكلت سندوتش في الباص. لا والله على بابا. انتوا ايه مكسوفين ليه؟ مش عارفينها؟ دي اميره بنت ام سلامه. تعالوا اقعدوا يلا يلا. طب عن اذنك بقى يا بابا، اصل انا عندي درس كمان ساعه، فيا دوب يعني اطلع اجهز نفسي. وانا عندي امتحان بكره فلازم اطلع اذاكر. عن اذنكم باي. لك يا سي عبد المنعم مفيش داعي ان احنا نقعد معاك كده على السفره. بقول لك يا ام سلامه، اللي عايز ياكل ياكل، مش عايز ياكل يقبض دماغه في الحيط. كله كله كله. يا اميره خد صباع كفته ده. تعيش يا اخويا، تسلم ايديك. ام سلامه ام سلامه. ايه ده يا عبد المنعم؟ مش كنت تقولي ان انت عازم ضيوف النهارده عشان اجي بدري؟ دول مش ضيوف ولا حاجه يا حبيبتي، ده اميره اميره بنت ام سلامه. اصل يعني جوزها مات في الخليج الله يرحمه ويحسن اليه، ولسه جايه مصر يعني. ما انت عارفاها. ازيك يا ست لؤم؟ والله يا بنتي احنا ما كناش عايزين نقعد مع البيع على السفره، بس هو اللي حلف، مش كده يا سي عبد المنعم؟ في يا ام سلامه؟ لا حد سالك؟ يلا يلا القاء يلا يلا اقعدي اقعدي كل اللي هم معانا يلا يلا. لا معلش مش هينفع، اصل انا عامله دايت وباكل مسلوق. بعد ما تخلصي الغدا بقي طلعي لي الغدا في اوضتي. حاضر يا ست هاني. على راحتك. الدايت حلو للصحه برضه. على راحتك حبيبتي. اقعدوا اقعدوا. لا يا بيه الحمد لله، عن اذنك سعاده البيت. يلا يلا يا امير يلا. حاضر يما. ربنا يجعله مفتوح بحسك، يجعله عامل عن اذنك. ممكن اعرف بقى ايه اللي انت عملتيه ده؟ ممكن اعرف انا ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انا عملته؟ ولا حاجه. لما مش شغالين حواليكم قعدوا مع السفره اللي احنا بناكل عليها وعادي مفيش اي حاجه. 100 مره قلت لك قبل كده دول مش شغالين، وام سلامه دي مربيانا وانا عيل صغير، يعني في معزه المرحوم امي. طب دي ام سلامه والست بنتها؟ ايه المشكله بنتها؟ البنت خارجه من محنه، واقل حاجه للناس الغلابه دي انك تحسسيهم ان انت فعلا حاسه بمشاكلهم. هو احنا لازم علاقتنا بالشغاله تبقى روحي وودي ونطفي وخلاص؟ خلصت المحاضره يا استاذ عبد المنعم؟ يا لقاء افهميني،
فيها ايه لو كنت قعدت اكلتي لقمه مع الناس دي؟ بالعكس انت كنت هتكبري جدا في نظرهم. انا كبيره كفايه وانت عارف كده كويس يا استاذ عبد المنعم. ايوه بس الناس دولت كفايه بقى كلام عن الناس دول، انا زهقت. على العموم روح كمل اكلك دلوقتي وبعدين نكمل كلامنا عشان انا دماغي مش ناقصه. طب اقول ايه؟ نعم تاني. البنت بنت ام سلامه يعني لسه خارجه من ظروف صعبه، وانا بفكر يعني اساعدها باي حاجه. بدانا بقى، اديها اللي انت عاوزه يا عبد المنعم. انا مش بتكلم عن فلوس، بقول لك البنت نفسيتها تعبانه. خلاص نحجز لها كام يوم في البورد في شرم الشيخ. انت بتهزري؟ مصيبه لا تكون انت اللي بتتكلم جد. ما اقصدش كده خالص، بقول لك ندور لها على شغل. خلاص ماشي، هندور لها على شغل. طب وندور ليه؟ ما تشتغل هنا معانا في البيت، تساعد امها، البيت كبير جدا على ام سلامه، وعلى فكره ده هيبقى ثوابه كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو اني مش مقتنعه باللي انت بتقوله بس اعمل اللي انت عاوزه، بس شوفها الاول هتاخد كام، لان انا عارفه الاصناف دي كويس. الناس دي مش هتطلب حاجه، دول هيطردوا باي حاجه، انا عارف الناس دي كويس. احنا خلاص اتفقنا على القصه دي مش هنتكلم فيها تاني، ماشي؟ سلام. بقول ايه بقى يعني بالمره؟ افندم ما تنزلي معايا كده وتراضي الناس دول بكلمتين. طب اتجننت؟ انت عايزني انا اعتذر للناس دي؟ يا ست انت وانا قلت لك لما اخصى تعتذري لحد بقول لك تراضيهم، في فرق بين الاعتذار وبين الرضا. عايزه عايزه، مش عايزه خلاص حره. السلام عليكم. سلامة. سلامة. انا لسه نازل من عند الهالة دلوقتي حالا، وهي حست ان هي غلطت يعني وقابلتكم مقابله مش ولا بد يعني، وهي على كل حال يعني بتعتذر لكم. طب ليه كده بس يا استاذ عبد المنعم؟ ودي تيجي برضه؟ يا ابني يا ابني ده احنا اللي ابتدينا بالغلط. ولا غلط ولا حاجه، على فكره ده كانت هتنزل معايا عشان تعتذر لكم يعني، بس انا قلت لها مفيش داعي، الموضوع انتهى خلاص. كتر الف خيرها، ده انا هطلع لها الغدا وهتشكر لها كمان. بقول لك يا ام سلامه ولا تتشكري، انت برضه قعدتي ساعه الغدا تقول هو اللي قال لنا اقعدي، مفيش موضوع انتهى خلاص. بقول لك يا اميره ما تيجي هنا تقعدي معانا وتساعدي امك في الشغل يعني، ده طبعا لو ما ضايقكيش يعني. ليه كده بس يا ابني؟ هو انا قصرت في حاجه لا سمح الله؟ انا ما قلتش ان انت قصرت ولا حاجه، بس احنا كده كده كنا هنجيب واحده يعني، فهي الفرصه جت لحد عندنا، وبيني وبينك انا مش هلاقي احسن من اميره. ايه رايك يا ام؟ انا يا بنتي مش عارفه اقول ايه. تقولي ايوه وتقولي ان انت موافقه بدل ما ازعل منك والله. وبعدين بيني وبينك يعني مش هلاقي امل منكم انا اولادي. كتر خيرك يا استاذ عبد المنعم، جمايلك دي على راسنا من فوق، ربنا يقدرنا يا رب ويردها لك. ترد ايه وجمايل ايه؟ انت ما تعرفيش امك دي غاليه عندي قد ايه. ربنا يخليك ويبارك فيك. طب تسمح لي بس اوصلها لغايه البواب واوقف لها تاكسي عشان تقدر تروح؟ لا لا يعني اقصد يعني لا يعني تروحي معاها وتيجي الصبح ان شاء الله. يلا. طب لو الست لقاء احتاجت حاجه ما تقوم تعملها لنفسها. الله، اي حد في البيت ده من النهارده، انا خلاص قررت اللي عايز حاجه وانتوا مش موجودين يقوم يعملها. ربنا يخليك ويبارك فيك. طبعا اذنك. يلا امين. يلا على السلامه. الغدا يا سلام. ثواني يكون عندك يا حبيبتي، ثواني.